الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، ولكن قل قضاء الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقضاء والقدر على المصيبة، لأنه ليس لك فيها اختيار، إنما هي فعل الله. أما المعصية فهي ذنبك أنت، لا تحتج بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء: يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب، وإنما تحتج به على المصائب، لأن الذنوب فعلك أنت، وأما المصائب فهي فعل الله جل وعلا، ليست من فعلك. فهذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. نعم.